اليوم كانت احلى سفره ويا الدليل السياحي ابو ماسيس. الكثير من سواحنا اللي زاروا بحيره الشيبان على الطريق يشاهدون عصير برتقالي، والكل بدون استثناء. لما اقول الكل، الكل بدون استثناء يسالوني ابو ماسيس شنو هذا العصير، حلو لو حامض؟ اقول لهم هذا العصير حامض ويستخدم كعلاج للاشخاص اللي عندهم ضغط، عندهم سكر، عندهم مدري، الله يبعد عنكم الامراض، بعض انواع من الامراض. اذا يقولوا لي من اي فاكهه هذا العصير؟ اليوم توقفت يم الاشجار التي تحمل هذه الفاكهه، وهي متواجده على الطريق المؤدي الى بحيره شمال. هسه اذا ندير الكاميرا هذه الفاكهه. الفاكهه هذه راح اقطعها، فاكهه حامضه، اوكي، يعني تسمى ابليبيخه. فهذه هي الفاكهه اللي عصروها ويعبوها في هذه القناني الموجوده على طول الطريق المؤدي الى بحيره شيبان، اوكي. راح اكل بدالكم انا الابليبيخه، واذا تريدون تجربوها تواصلوا معنا على الرقم المعروض اسفل الشاشه حتى نجيبكم وتتذوقوها. صديقكم مايك دانيال، أراران للسياحة في جمهورية أرمينيا. هذه أشجار الفاكهة اللي مثل ما قلنا لكم تنمو على ضفاف بحيرة شيبان، وهذه بحيرة شيبان أمامنا، وهذه الأشجار اللي مثل ما قلنا يسموها أبلي بيخا، فاكهة ذات طعم حامضي. الفاكهة اللي شفناها على الشجرة اسمها بالأرمني تشيشخان. الفاكهة اللي شفناها فوق الشجرة قبل شوية اسمها تشيشخان بالأرمني، بالروس يسموه أبلي بيخا. هسه راح نشوفكم اياها بالسطل. هذه هي الفاكهة، هذه هي الفاكهة، وهنا العصائر مالتها، العصير بهذا الشكل طعمه حامضي. وهنا عندنا هذا اللي نشوفه القناني، هذا زيت بذور التشيشخان، زيت صحي. ما اقدر اقول لكم ايش قد صحي، لكن صحي جدا. انا هذا الشيء سامعها من اطباء قدموا الى ارمينيا من دول مختلفة. هنا شوفوا اكو انواع، هذا مثلا مخلوط مع العسل، هذا النوع الاخر بالسكر، وهذا الاخر، في حين هذوك الباقيات هناك طبيعي، فقط عصير الفاكهة.